أخ حازم الموقف. أنا مش أخ. تمام. الموقف دلوقتي موقف حرج. شرعاً أنا وزوجتي مفيش علينا أي إثم قدام ربنا سبحانه وتعالى والعياذ بالله. لكن ورقياً إحنا محتاجين حل. والحل ده في إيدك. طب ما أنت اتجوزتها وأنت عارف إنها ورقياً مراتي. جالي دلوقتي عشان أحلها لك ليه؟ يا أخ حازم بلاش أخ. يا أبو إبراهيم. الله 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 يكرمك. حقاني من يومك. سبق وقلت لحضرتك إن الطلاق وقع والعدة انقضت بمجرد الولادة. وانتفى حقك بردها لما تزوجت مني. أنا كلامي كله علشان الوضع المدني والقانوني اللي إحنا مضطرين ليه. اللي هو الورق وكده. ليه؟ هو إيه اللي ليه؟ هيفرق معاكم الورق في إيه؟ أنتوا مش اتجوزتوا الحمد لله. لا ما مد... أنا كنت أقصد إنه الجواز حصل على سنة الله ورسوله طبعًا. بس يعني الموقف مش منضبط قوي ولا ليك ولا لزوجتي. هي كمان على فكرة قالت لي إنك مش هتمانع تعمل حاجة زي دي. الله يكرمها. فيها الخير والله. المطلوب. المطلوب إن احنا نخلص الموضوع بشكل رسمي وبسرعة. علشان كده أنا هعدي على حضرتك بكرة الصبح. مشوار صغير نص ساعة بالكتير وبفضل الله تكون كل حاجة خلصانة. لا وتعدي ليه؟ أنا هجيلك. براحتك. أنا بس كنت بقولك علشان ليا معارفي هناك ممكن يخلصونا بسرعة بدل ما تتعطل. بكرة بإذن الله. بكرة؟ بكرة إيه؟ لا بكرة الخميس زحمة قوي. خلينا الأسبوع الجاي. ماشي. أعدي الويك إند ونروح الحد مع بعض بإذن الله. الحد. مش تمام. اكلمني بقى. خلاص اكلمك السبت بالليل. تمام نتكلم السبت. هو في طلب تاني من فضلك. حقيقة انا كانت زوجتي عايزة تيجي البيت علشان تاخد حاجتها. وماله تيجي طبعا ما هي حاجتها. بس تيجي لوحدها. تقصد ايه لوحدها؟ يعني انت ما تجيش معاها. دي اول واخر مره رجلك تعتب البيت ده. حقك طبعا. أنا بس هستأذنك إنك أنت كمان ما تبقاش موجود بالأصول. تالي أنت دلوقتي بقيت عارف كويس قوي إنك بالنسبة لها راجل أجنبي عنها. ماشي يبقى خليها تاخد عفشها. ما بقتش محتاجه ولا هي كمان بقت محتاجاه دلوقتي. أنا زوجتي بتبريك من كل حقوقها الشرعية. بتبريني؟ لو مش مصدقني أنا ممكن أتصلك بيها حالاً علشان تطمن. أتصل؟ نجوم رمضان معاك على واتشت. اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.